يا جماعه دي مسؤوليه، صدقوني دي مسؤوليه. المهندس عدلي اشار في الاول الامر كده فيه كارثه. انتوا متخيلين ان دول ناشئين؟ بجد دول ناشئين، دي لعيبه تحت السن. اللي بيشتموا دول مش جماهير، الجماهير بنقول ثقافتهم وبنقول النادي مش مسؤول عن اللعيبه والنادي ملوش علاقه باللاعب بالجمهور والنادي هيعمل ايه للجمهور. واحد يطلع يقول لك دي قله مندسه ودي ناس من نادي تاني جت عشان تشتم. كان زمان قبل ما يلاقوا ان الفكره حلوه قوي. قله مندسه ايه؟ ده القله المندسه بقت على الشاشات. بالظبط. يعني لو ده الجمهور بيشتم هيتقال كده. طب دول لعيبه. لعيبه بتمثل نادي ونادي عظيم ونادي كبير. وجايه في النادي الاهلي عشان تعمل اللي عملته. لو الاهلي من اي لعيبه تانيه او من اي نوعيه تانيه العيال دي ما كانتش خرجت، صدقوني بحجم التجاوزات والاساءات اللي صدرت. لكن عايزين تعرفوا انا ليه بقول لكم الرياضه مسؤوليه. مسؤوليه بجد، مش كلام فارغ ومش محاوله البحث عن اي تبريرات او تفسيرات لكارثه زي كده او انفلات سلوكي بالشكل ده. النادي الاهلي والشي بالشي يذكر بقى. النادي الاهلي 2004، مارس 2004. الاهلي مستضيف الزمالك في مباراه كره السله. الاهلي والزمالك في كره السله. في صاله عبد الله الفيصل في النادي الاهلي. كابتن لا طايره اظن. لا لا سله. لا. كابتن ايمن رشدي كابتن النادي الاهلي في الكره الطايره. جاي يحضر ماتش الباسكت. جمهور الاهلي متعلق بايمن رشدي. وكان وقتها خدوا بالكم حاجة، أيمن رشدي أفضل ضارب في مصر وأفريقيا، وساعتها كان واخد أحسن لاعب في أفريقيا ثلاث سنين ورا بعض. وكان عنده دايماً وأبداً عرف كل مباراة يجيب ابنه الصغير ويحتفل بيه مع الجمهور، فبقى عنده علاقة طيبة مع الجمهور. جمهور الأهلي بتاع الباسكت لما شاف أيمن رشدي داخل الصالة هيص له جامد. قام جمهور الزمالك شاتمه جامد. وشاتمه بالأب والأم. الغلطه من ايمن رشدي وهو بقول لكم ده بيبو كره الطايره وقتها، راح رايح شاور لجماهير الزمالك اشارات وحشه، شعللت الدنيا، اتشتم بوالده ووالده كان بيعاني في المستشفى كان عنده جلطه فاتضايق اكتر فشتمهم. الاهلي عمل ايه؟ بقول لكم ايمن رشدي احسن لاعب في افريقيا ثلاث سنين ورا بعض. أخذ الأهلي قرار في مارس 2004 بشطب أيمن رشدي. إنك أنت لاعب ما يصحش تروح تشتم جمهور فريق منافس. هو كمان خاصة إن المسؤولين حاولوا ردعوا. تعالى يا أيمن. كابتن سمير عبد الرب الله يرحمه. تعالى وابعد فما امتثلش. برضه عشان الواحد يعني يقول دي كان في إصرار على ارتكاب الخطأ. النادي الأهلي ما قبلش هذا لأنه عنده فرقة عنده رسالة. ما هو يا عندك رسالة يا ما عندكش رسالة. إذا كانت رسالتك إنك تعيش الناس إنك مظلوم خلاص دي بقت رسالة وبقت ثقافة، أنت حر بقى في نفسك. ما تلومش حد. لكن والدليل على كده إنك أصبحت ده أجمل جون، ده الجون اللي غايز، ده أجمل نتيجة، دي النتيجة اللي غايزة، دي أجمل. يعني السنة اللي فاتت الزمالك يكسب الأهلي في مباراة شهدت ظلم تحكيم ووضع النادي الأهلي وتفوق كاسح من الناحيه الفنيه للنادي الاهلي والزمالك كسبها 3-1. ايوه. ولكنها لم تؤثر على اي نتائج بالعكس. النادي الاهلي خد البطوله وكمل بطوله الدوري وكل حاجه. ورغم هذا احتفلوا كان البطوله دي هي البطوله. ماشي انت حر اعمل اللي انت عايزه. لكن وانت بتعمل اللي انت عايزه مالكش دعوه بالتاني. لا ما تقدرش تجاز في حقي واقول لك اعمل اللي انت عايزه. مش ممكن. لان احنا لو سيبنا الجمهور تخلص مع بعضها حساباتها مصيبه طبعا. دي المصيبه بقى طبعا. يعني احنا لولا جمهور الاهلي شاف ان الاهلي بيتولى بطريقته المحترمه الدفاع عن حقوقه وشاف نتيجه الخبرات انه مهما طال الزمن الاهلي بياخد حقه في الاخر مش مستدرج لحد النهارده في هذه الامور. لكن الى متى؟ إلى متى هيفضل اللاعب كل همه إنه في قطاع من الجمهور يحبه بأي طريقة، فلما يلاقي إن شتيمة المنافس هي الطريقة يشتم المنافس. ولا بقول لك إيه، ولا تصدق إن الزمالك في قلب حد من دول.
كل اللي بيشتموا الاهلي النهارده اللي قعدوا 6 اشهر في الزمالك، اللي قعدوا سنه في الزمالك، اللي يعني هات لي يعني نقول لهم واحد واحد، هيثم السعيد، احمد عيد، شوقي السعيد. هيثم السعيد، هيثم فاروق تقصد؟ اسف، هيثم فاروق. هيثم فاروق كل دول عقودهم معاك انت؟ لا يعني بصرف النظر، لا شوقي لا. انما الـ كل دول اسامه حسن يعني مش هم اللي عملوا تاريخ الزمالك. هم لعبوا لفترات. انت شوف الزمالك الاصله اللي زي مثلا كابتن حسن شحاته وكابتن حازم امام. شوف انت، شوف كابتن حلمي طولان، شوف كل رموز نادي الزمالك، ايمن يونس غيره، نجوم محترمه لا يمكن تسمع منها غلط. حتى لو جت لحظه بما فيهم الكابتن ميدو السخن اللي ساعات تطلع منه تصريحات، لكن في العموم تصريحاته رياضيه ومفهومه. بيطلع منه ساعات كده كلام انا اقول مش من قلب، يعني هي لحظه انفعال. تاني يوم تلاقيه بيصوب وبيصلح ويمشي صح. القصه يا جماعه ان في ناس مستنيه منك يا اخي قول لها الحقيقه، بلاش عايز تقول الحقيقه ما تقولش غير الحقيقه.